قطاع الناشئين، مصنع النجوم الجدد، عنوان يفرض نفسه يوما بعد يوم على عصر ذهبي كبير يعيشه نادي الزمالك حاليا بفضل الطفرة الإدارية الكبرى التي ترأسها مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور منذ سنوات من أجل تقديم مواهب شابة وواعدة لمستقبل الكرة الزملكاوية. وبات قطاع الناشئين أهم رافد للفريق الأول بالمواهب الواعدة التي يعتمد عليها، ومؤخراً تابع الجميع في الفريق الأول توهج أحد أبرز المواهب الصاعدة وهو الحل السحري للجبهة اليسرى حاتم سكر الظهير الأيسر الذي بات من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الكولومبي أوسوريو، لينضم سكر إلى مجموعة مميزة من المواهب الشابة قدمها قطاع الناشئين وفرق الشباب بالزمالك للفريق الأول في الفترة الأخيرة، مثل عبدالله محمد صانع ألعاب فريق الشباب الذي لمع عندما نال الفرصة. لينضم الثنائي سكر وعبدالله محمد إلى مجموعة أخرى من المواهب لمعت مع الزمالك في عامي 2022 و2023، مثل حسام عبد المجيد ومحمد طارق نجمي الدفاع، وسيد نيمار الجناح الطائر، وسيف جعفر العقل المفكر، ويوسف أسامة نبيه جوكر الوسط والهجوم. ويبقى السؤال الذي يشغل بال جماهير الزمالك، ما هي اكتشافات وصواريخ الكرة الزملكاوية في السنوات المقبلة؟ سؤال أجابت ويجيب عنها في المستقبل قطاع الناشئين منجم الذهب الأبيض في مدرسة الفن والهندسة.